تجيئتكم الرابعة لأدواركم متابعة كلمة سنة سنة الرابعة يقدمها الزميل محمد يسيد إبراهيم. إنني باسم التلاميذ السنة الرابعة أتوجه بجزيل الشكر وامتنان للطاقم الإذاعي والتربوي لمدرستنا مدرسة علم ورداء، ولهذا الطاقم يقول: جهود حديدة، عمل وإخلاص، نصر وإباء، بذل وعطاء، معرفة وتنقيب. تلكم كانت بعض معالم عطاءاتكم العلمية والعملية والتي أنهارت لنا الطريق حتى سلكناها واضحة المراسم وجلية المعارف. لكم أسماء آيات التقدير، وإلى اللقاء للسنة الدراسة الجديدة من هو السعادة والطاقة. شكرا لك محمدي. والآن حضورنا الكريم أدعوكم لمتابعة حوار باللغة الفرنسية يقدمه بعض تلاميذ السنة الثالثة. مترس إيا عندم الباب بوا كي أس سلام ماذا برايم البيان شرشي عن ليفر كي ليفر دي ليفر دي فرنسي دي برايم الإمارات كي سكرياتي بلاي كلو كوا يزوي تتسل جي شرشا مدو كي يا مدو سيطان ملين ويسمي مقرام فريم ايه كمان تون فريم اللي ايه اقرا ام بوبله مرحبا يا طيب السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انني باسم اطفال سنه الثالثه لنتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للطاقم الاداري والتربوي مدرستنا مدرسه العلم والهدى على الجهود التي بذلها من اجلنا وهو من اجل مستقبل ليتوقف اساسا على مدى مساحاتنا الدراسيه، كما اتوجه بالشكر لكم حضورنا الكريم على وجودكم معنا في حفل ختام الليل وإدارة العلم السنة الجد والاجتهاد للسنة المليئة بالنجاحات والتفوق والامتياز والتميز. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك الزميل الحسن محمد محمود. والآن حضورنا الكريم أدعوكم لمتابعة نشيد شباب البلاد. شباب البلادي هلموا نجيب نداء حقوقي ولا نحتجب، هلموا لنربع بند العلا بعزم يشتي تشمل التعب. صراخ البلاد شفى ضعفها فأدوا الحقوق ولبوا الطلب. أتغدو البلاد لنا تشتكي ونحن سكوت، فيا للعجب نحن شباب بعيد الطموح رزين العقول عزيز النسب. لنا مجد إرث من أجدادنا ونفخر بالعرب إذ ننتسم. نطحنا السماء برأس النهوض فرعنا الشموس بنار الغضب، تضيء العروبة تفي وعينا شعاع الحماس ونور الأدب. شباب البلاد رياض الحياة وزهر الحياة شباب العرب. دورنا الكريم مرة أخرى نجدد الترحيب بكم على حضوركم معنا من اليوم التربوي هذا. والآن ومع فعاليات اليوم التربوي لمدرستنا مدرسة العلم والهدى أدعوكم لمتابعة حوار باللغة الفرنسية يقدمه بعد تلاميذ السنة الخامسة. سانتيمي زامي دي ترافاي. Je m'appelle Labouche. Je vous présente aussi mes amis de travail, qui sont la langue, les dents qui servent à dégoûter et mâcher les aliments. Moi, je m'appelle le chauffeur, je sers à observer les aliments. Moi aussi, je m'appelle l'estomac, qui reçoit des aliments. Nous, les vêtements digestifs, nous transformons les aliments en liquide appelé acide digestif. كم أنت تستغرق وقين نصرف وقين لما يفاسين فارتي تزالي ما أصلا نقدمها باسم الزميل محمد باسم الزميل محمد ولد عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
إننا نحن أطفال السنة الثانية، وعلى الرغم من صغر سننا لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر لطاقم مدرستنا مدرسة العلم والهدى على الجهد الذي بذلتموه من أجل إعداد وبناء جيل متعلم يجعل على عاتقه حمل لواء العلم والمعرفة ويترك دروبها مرفوعة الرأس وعالي الهامة. فلكم منا جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير القلب صادق الكلمات، كن حليب الصلاح والصدق دوما، واتبع نهج صاحب المعجزات، وانتصب للصلاة أول وقت فضلال تخير كالصلوات، واجتنب سوى البعال التي ترضي لويها وتورد الحشرات، واجتنب سوى البعال التي ترضي لويها وتورد الحشرات، واتق الظلم إنه لوبال ويجر الظلوم للظلمات، وسباب الإنسان فسق وشين ينزل المرأة أسفل الدركات، ورحقا لوالديك أكيدا فهما ربياك دون أذاتي، ودع البخل لا تدنس به عرضك أحضر مواقع النظرات، واتمنى الآداب في كل أحوالك يا صاحي فهي زين الحياة. ما هو المعاني التي يجب أن نستخلصها من هذا السكتش؟ والآن حضورنا الكريم ندعوكم لمتابعة نشيد تواصينا مع بعض تلاميذنا الخامس.